وآخر أخبار الطقس المتقلب نتعرف عليها من خلال النشرة الجوية ومرفد المليجي. شكرا لكم مجددا يوسف وأميمة، وأهلا بكم مشاهدينا، وهذه الفقرة مع أخبار الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وأن يكون الطقس ليلا شديد البرودة على كافة الأنحاء. وإلى حضراتكم ما درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض المدن والمحافظات. ففي القاهرة العظمى 17 والصغرى 10، الإسكندرية 17-10، مطروح 16-10، بورسعيد 18-10، الإسماعيلية 17-10، السويس العظمى ستكون 17 والصغرى 10، العريش 17-10، طابة 18-10، شرم الشيخ 22-14، الغردقة 22-14، الأقصر 21-9، أسوان 22-10، الوادي الجديد 19-9، شلاتين 26-15، حلايب 23، والصغرى 16. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.